مساء الخليفة instructor of English. النهاردة هناخد حاجة كويسة جدا اسمها suffixes. suffixes يا جماعة اللي هي عكس prefixes اللي احنا خدناها قبل كده. suffixes كلمة suffixes يعني دي كلمة a part of a word جزء من كلمة هو بيبقى صغير بضيفه في نهاية الكلمة عشان يديني معنى مختلف. يديني معنى ايه مختلف. طيب ممكن استخدم suffix. انا هنا جبت كلمة self معناها under يعني اسفل الشيء بس هنا بحطها في اخره. هنا يا اما تدي معنى grammatically بتغير الكلمة معنى grammatically بطريقة نحوية او بطريقة class تصنيفية يعني ايه. يا اما بحولها noun اسم adjective او adverb whatever. يبقى بحول الكلمة لما بضيف لها suffix اللي هي النهايات يا اما noun يا اما adjective اللي هي صفة يا اما adverb اللي هو حال اللي هو بيوصف الفعل او حاجات تانية لسه هنفهمها. باي ذا واي ده الجزء الاول من suffixes لان احنا عندنا ملايين ملايين من suffixes بس دول كبداية عشان افهمك يعني ايه suffix اساسا. طيب يعني ايه grammar؟ يعني مثلا زي ما انا مثلا هنا بضيف ال s فاكرين ال present simple اللي انا شرحته؟ طيب شو كنت بضيف له s e s او e s للنهايات بتاعت ال verb. طيب هنا بقول لك writes he writes an email every day يعني هو بيكتب ايميل كل يوم to send it to his professor عشان يبعته للبروفيسور بتاعه. يبقى دلوقتي حطيت ال s دي فين؟ مش في نهاية ال verb؟ فبقت ايه؟ بتدي معنى grammar اللي هو معنى اللي هو في زمن المضارع البسيط. طيب لو حطيت ال ed او ال d او ال ied مش ضروري ده suffix في نهاية الكلمة عشان احوله لايه؟ للماضي. يبقى زي مثلا ايه؟ زي مثلا verb ايه؟ he fixed fixed اصلح he fixed his bike last week هو صلح الدرجة بتاعته الاسبوع اللي فات. طيب انا بجي احط ال ing. ing بقى ليها كذا حاجة ليها كذا استخدام. ان انا بستخدمها في present continuous المضارع البسيط فاكرين اللي هو am is are والverb بحط له ايه؟ ing عشان يدل على الاستمرارية زي eating. ليه نكتب اهو the verb eating he is eating is eating ده كده verb يا جماعة ده فعل حطيت له ing عشان يدل على الاستمرارية. طيب adjective صفة climbing tree يعني شجرة التسلق فانا حولت ده يبقى adjective صفة بحولت اللي هو الفعل ده هتحط لما حطيته اي ان جي بقى صفة. طيب او جيران ده معنى بحوله لناون كوكينج ده مش معناه ان هو بيطبخ لا ده معناه الطبخ كلمة الطبخ او الطبيخ اللي هو ده كوكينج كوكينج. يبقى انا خليت الفيرب ده حطيته اي ان جي ايه؟ ناون اسم. يبقى الاي ان جي بص احنا لسه هنفترض الحاجة دي بس انا بفهمك تاني يعني ايه suffix. suffix ده بيتحط في نهاية الكلمة عشان يديني معنى مختلف يتحط سواء جرامر او تصنيف ان انا احوله الاسم او احوله للصفة احوله للحال لسه كل ده انا ما ده بداية لسه ان شاء الله هكمل السفر تاني. يبقى من ناحية الجرامر اما بحط اس او اي اس او اي اس او دي اي دي اي اي دي دي النهايات بتاعت الافعال اللي هدول هنا present simple مضارع بسيط هنا past simple ماضي بسيط هنا present continuous adjective now او gerund دول على الاستمرارية تمام. طيب هنا بقى انا بقى اول واحدة عايز احول الverb now عايز احول الverb ايه now عايز احول الverb now. هنا لما انا كلمة meant لو بحطها في نهاية الverb تعالوا شوفها دي بتديني معنى حركة او عملية بتمارس مستمرة زي مثلا ايه هنا govern يحكم ده فعلا في حركة لكن government حكومة بتمارس سطوتها على الشعب عشان تحكمه وتفرض عليه قوانين يبقى دي عملية مش عملية government مش فيها حركة حكومة يحكم الشيء. طب employment اللي هي توظيف employ يعني يوظف على فكرة هنحول ده هنا noun employment اللي هي ايه توظيف حولت الكلمة noun ولا لأ حولتها noun. بصوا يا جماعة هي مفيش قاعدة ثابتة مفيش قاعدة ثابتة بس هي بتتعرف بالبراكتسينج بالتدريب بتتعرف بالبراكتسينج يعني هنلاحظ زي ما انا عامل هنا في فيرب هنا انجوي وهنا انجوي هنا بفرق من ده ومن ده
المهم اهم حاجه فين؟ في النهايه هي اللي بتحول لي الفيرب او الكلمه دي بحولها لاسم او لصفه بالنهايه بتاعتها. يعني انا لما بحط الفيرب مات بحوله لناو اسم. طب لما هنا بقى هوصل لدي نمبر 3 لا هيتحول ادجكتيف صفه تاني. يبقى الجوفرن ده يحكم. لما هتطلع الجوفرنمنت حكومه، employ يوظف، employment توظيف، enjoy يستمتع، enjoyment استمتاع. يبقى انا حولت الفيرب ده now حولت الفعل الاسم عن طريق ان انا قلت له ايه؟ تمام كده؟ طيب نيجي بقى عندنا دي ودي ans و as. بصوا انا هنا كاتب بس state of quality. يعني ايه quality؟ بصوا هنا لما بنيجي دي اولا يا اما تتحط بالاي او بالاي هي ملهاش قاعده، ده على حسب الكلمه اللي قبليها، يا اما تتحط لها ايه او تتحط لها ايه في ان انا برضو نهايه الكلمه. تمام كده؟ ملهاش قاعده. دي اصلها كلمه اصلها يوناني يعني هما لما جابوا يعني مثلا جم يوصلوها لنا عن طريق اللي هو القاعده كده، لا قلنا دي اصلها يوناني وملهاش قاعده ان انت تمشي بيها في اي حاجه. فانا برضو بحاول ايه؟ يعني ريفرنس اللي برضو بحاول لها. بحاول ايه؟ ناون ريفر يا جماعه انا معناها يحتل. ده فيرب. ريفرنس يعني يظهر احترام اكتر. يعني العاطفه هنا عنده قويه. مش احترام عادي، لا، ان هو الاحترام ده من جواه بجد للشخصيه اللي قدامه. ريفرنس. طيب هنا ديفرنس يعني يختلف. ديفرنس هنا جايه مش معنى ان في اختلاف بيني وبينك، لا، معناه ان مثلا ايه؟ انا شايف الناس دول اعلى مني مثلا في حاجه، في مكانه، في فلوس، في كده، فانا بضطر ان انا ستيب اواي كده، ابعد كده عن طريقهم عشان هم يتقدموا عني. يبقى دلوقتي الحاجه دي لما بتيجي بتدي معنى عميق، مش بتدي معنى ديفرنس اللي هو الاختلاف، لا، اختلاف بجد في المكانه، اختلاف في الاسلوب، اختلاف في الاخلاق، يبقى حاجه عاطفيه اكتر، احنا نحس بيها اكتر. يبقى تاني الفرق بين ده، بحاول لما احط المن بحولها لناو، نفس الشيء بحولها لناو. ايه معنى دي؟ ايبل وايبل. طيب يعني ايه وورث او جود فور؟ حاجه وورثي او جود فور يعني حاجه ذات قيمه، ذات قيمه عاليه كمان، تستحق، او حاجه دي كويسه جدا لي. بس worthy اتقل شويه في المعنى واعمق، لانها حاجه تستحق بجد ان انت دي تستحق التقدير، فاليبل، ليها قيمه اكبر. لما اقول love يعني حب love. طب lovable هنا love دي معناها يا جماعه سوري دي noun يتحول هنا بقى adjective love. هنا ممكن تيجي noun over lovable يعني جدير بالحب. يعني مثلا لما اقول لك your child is lovable هو جدير بالحب. طيب adorable adorable يعني لطيف لدرجه عميقه كبيره، بدل ما اقول كيوت adorable. adore يا جماعه يعني عشق. يبقى ده verb وده verb وده verb عشان احوله adjective واحط له ايه؟ able او idle. بصوا يا جماعه دي برده بيبقى ليها كلمات معينه بس الشائعه اكتر دي able. تمام؟ انا ان شاء الله هجيب لكم الفيديو بعد كده الايبل وبقيه السفكسز، هجيب لكم حاجات كتيره للال واي واليو ال والفول والحاجات دي افهمها لكم ان شاء الله. هنا enjoy enjoyable قابل للاستمتاع. الحاجه دي enjoyable قوي، انا بوصفها ان انا قابل للاستمتاع بيها، فالعمق العاطفي فيها عالي. يبقى انا هنا حولت الفيرب لما حطيت له النهايه دي حولته الادجكتيف بصفه. هنا enjoyment حولتها لناو لما حطيت لها ميت. دي حاجات بسيطه، وعلى فكره دي اقل يعني مثلا ميت والايبل والانس دي اقل سفكسز هتلاقوها قدامكم، بس دي بدايه عشان نفهم بيها بعد كده السفكسز، لان اغلب السفكسز هتلاقي اللي هي الاخيره هي الواي والفول وبتاع ده والحاجات الثانيه. فانا ان شاء الله باذن الله هكمل لكم فيها في بقيه الفيديو الثاني، واتمنى ان انتم تكونوا فهمتوا البارت البسيط ده من السفكسز. امشوا بيها عشان كان في طالب سوداني كان طالب مني الحاجه دي، وانا اسفه جدا انا اتاخرت عليك، ويا رب اكون افدتك فيها. فهمت الفرق بين البريفكس اللي هو سهل جدا ما فيهوش اي حاجه، هي مش في السفكسز لانها millions of suffixes. ويا رب اكون مفيدكم، مش اشوفكم على خير، وانتظروني في الاسئله السنه.
يا رب اعمل لكم حاجه حلوه تفتكروا. باي، سي يو نيكست تايم. هات معاكم مساء الخير.